تأتي رسائل إيقاعات أو تكات دائما إنه فادي عنده رسالة، الولد الصغير هذا اللي بيلعب في المخيم، اللي بيجري، اللي شعره ناعم على وجهه نازل، في 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 رسالة. يعني كنت أشوف الرسالة هاي أنا لما كنت أمسك عود من أعواد الخشب الصغيرة وصرت أرسم دوائر وأرسم مربعات وخطوط متشابكة وبأصفن هيك بشوف بتكون أشكال. يعني كنت وأنا صغير بميز الألوان، هذا أحمر وهذا أخضر، بحيث أنه أقراني والأطفال اللي كنت أنا ألعب معهم ما كان عندهم نفس التفكير اللي أنا بفكر فيه. فكانت البداية. بديت اشوف اولاد جيراننا الصغار اقول لهم اقعدوا بدي ارسمكم، وبديت اتخيلش على كراتين الشتوي كان في فواصل بينها، لراس العبد اللي بنسميه في فواصل بينها، كنت امسكها وبدايه ارسم عليها، ارسم جدي الاختيار الكبير، هو بيحمص بالقهوه وهو بيطحن القهوه وهو على النار على موقد النار، ارسمه وبستذكر فلسطين، بستذكر القرى، بستذكر البلاد القديمه. شخصية المصور بتصير ترتبط بأشياء، هذا متعب، ولكن ارتباطك للأشياء هذه أنت بتخلق شيء من الجمال، تصنع شيء من الجمال، ترتبط بشيء من الجمال. لما تتكلم على غروب الشمس بأبجدياتها وألوانها المختلفة، في كل يوم، في كل غروب مختلف، كل شروق مختلف، كل طفل عن طفل لمعة عينه مختلفة، كل عجوز عن عجوز بتصورها أو جدة من جداتنا، تجاعيد وجهها كمان تحكي أحياناً القصة أو القصة اللي بدنا نرويها إحنا من خلال تاريخنا، من خلال اطلاعنا على 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 فلسطين المقهورة اللي ضاعت منا واللي إحنا منشوفها دائماً في تجاعيد الجدات، في تجاعيد الكبار، على أمل العودة وعلى أمل الرجوع إلى بلادنا فلسطين، على أمل القصص المروية التي حدثنا بها الكبار إنه بلادنا، وإنه هاي بصير في انصهار وانسجام وعلاقة احتضان وعلاقات حميمية جدا بينك وبين المودلز اللي أنت بتشتغله. الله يمسك بالخير يا خالم سالم، الله يمسك بالخير يا خالم فرج، الله يمسك بالخير يا حاج خميس. احنا نتكلم يا سالم اليوم انه كيف التاريخ هذا، كيف احنا بنعيد تاريخنا، كيف احنا جينا من بلادنا،
تخرفينا على احنا كيف اول ما طلعتوا من البلاد، وكيف انت كيف مرتبطه في الارض كنتي، وكيف كنتوا تزرعوا وتحصدوا وتحرثوا، وكيف كنتوا تاكلوا من الارض ومن خيرات الارض. اول ما يطيح المطر بنقوم نحرث الارض على الجمال. على الجمال؟ على الجمال، وفي بيحرثوا على البقر. نحصد الزرع ونرمي القمح والشعير وزي ما ودنا يعني. وعندما بده يستوي قبل ما يستوي الشتوي بنحط الصيفي. نزرع بطيخ، نزرع باذنجان، نزرع بندوره. يعني هذه صيفيه. يعني الناس بتاكل من خيرات اللي بتزرعها. مش زي الان. من تعب كفوفهم. من تعب كفوفهم. اتعب في الشيء وتلاقيه. بدنا تحكي لنا يا ام سالم، كيف انت حلمك يعني؟ بدك تخرفيني على مشهد، على مشهد، مشهد فرح، مشهد حلو، مشهد كنت تنبسطي فيه لما تشوفي ايام البلاد. احنا جاهلين عاد لحقناها يعني، وعز ما فتحناها هاجرنا. يعني ما شفت، ما مرن عليك ايام كويسات؟ لا مرن علينا ايام كويسات. ايش الايام الكويسات يعني؟ الايام الكويسات واحنا في الارض. في الارض؟ هذا بقرنا بنحلب ونخض ونحرث وقمح وشعير. بتخضوا في السعن؟ في السعن؟ بتطلع الزبدة على الوجه. انا لحقت بعدين ابوي بيصلب القمح والشعير على الشقة والعدس على الشقة. كل فجرن ايش ودك عدس؟ روح عجرن. طب لحقت اكيد حياة بيت الشعر. بيت الشعر والله عاد بيوت الزينك وبيوت الحجر. الشعر في ارضك. في ارضك. احسن. في ارضك لو بتنام على الرمل ماشي. مكيف لو بتنام على الارض مكيف. هني الموت. هني الموت. طيب ابو خميس الله يمسيك بالخير. يعني ابو نضال الحاج خميس من جيراننا الاعزاء اللي بنحبهم، حياك الله، وشاف اكثر من مره صور الام فرج وام سالم، وقال لي استحلفك بالله بس تروح انا بدي اعيش حياتهم البريه واشوف كيف عايشين كيف حياتهم. الان احنا عارفين انك بتعزف من زمان، وانا بكيف عارف ايش بكيف لما تعزف، وانا سجلت لك اكثر من مره، بدي اسمع المعزوفه تبعت الدلعونه تبعتك عشان تذكرنا بايام هالبلاد. التصوير ومن خلال الحكي من الجدات وسماع قصصهم، وكأن القصة الفلسطينية تتوارث عبر الأجيال من جيل إلى جيل، وزي ما قلنا إحنا وزي ما قالوا الكبار وزي ما بنسمع إحنا اللي كتير حكوا فيه إنه الكبار سيموتون والصغار سينسون، لن ينسى الصغار.